بعد المشاهد واللحظات الممتعة اللي عشناها في منتجع شرم الشيخ، اتوجهنا بالسؤال لخبير سياحة الغوص الأستاذ حسن عفيفي، وسألناه إزاي ممكن أي حد يكتسب قدرات ومهارات الحياة في أعماق البحار والاستمتاع بها. عايزة أعرف أهم ما يميز الحياة الطبيعية في أعماق البحار في منتجع شرم الشيخ. هو شرم الشيخ بتتميز بالتنوع الكبير في الحياة تحت المية، الشعاب المرجانية وأنواع الأسماك، ده اللي بيميزها عن بحار تانية زي البحر المتوسط أو حتى المحيط الهندي، وسهولة رؤية الحياة تحت المية هو ده اللي بيميز شرم الشيخ. هل أي إنسان عنده القدرة والمهارة إن هو يتعلم يعيش تحت المية، ولا ده محتاج قدرات ومهارات معينة؟ طالما الإنسان في صحة كويسة، ما عندهوش مشاكل في الظهر أو القلب، ويقدر يعمل أي رياضة خفيفة حتى، ممكن إن هو يغوص طالما إن هو بياخد التدريب المظبوط. إيه أطول فترة ممكن يقضيها مصور أو غواص تحت المية؟ هو يعتمد على العمق اللي هو بينزله، عشان طبعا هو الحدود مش محدودة بس بكمية الهواء اللي بياخدها، إنما في حدود فسيولوجية تانية بيحدها العمق، بس المتوسط يعني ما بين 30 ل 45 دقيقة، ده المتوسط. يعني كل إنسان ليه قدرة معينة، ولا هو تايم محدد لأي حد؟ في جداول معينة لازم بنتبعها، لكن كطبيعة جسم كل إنسان بيختلف عن التاني في الوقت اللي يقدر يقضي تحت المية، ولا هو وقت معين مفيش حد يقدر يتخطاه؟ نظريا كل إنسان مختلف عن التاني، إنما الجداول اللي بنستخدمها دي جداول عامة الكل بيستخدمها زي بعض، وهي محطوطة في حدود سلامة كويسة، إن هي 99% من الناس يقدروا إن هم يتبعوا الجداول. طب ايه هي المخاطر اللي ممكن تحصل لمصور او غواص تحت الميه، وخصوصا في ميه شرم الشيخ؟ هو خصوصا في شرم الشيخ مفيش مخاطر يعني محدوده لشرم الشيخ، انما في المخاطر العامه للغوص اللي هي الواحد بيتعدى الحدود بتاعه الوقت او العمق، هي دي اللي ممكن بتؤدي لمخاطر، بيجي في مرض انخفاض الضغط أو تمدد الرئتين، دول الحاجتين اللي هم الخطرين الأساسيين في الغوص. وإزاي بيتم عملية الوقاية من الأخطار دي ومنع حدوثها؟ الوقاية سهلة جداً، إن هي باتباع الإرشادات المظبوطة، هي دي الوقاية، زي السواقة بالظبط، إن في شوية إرشادات لو الواحد، في ناس ما بتتبعش الإرشادات ديت من الغواصين أو المصورين. وارد طبعاً. إيه هي الأدوات التي لا غنى عنها واللي لازم ياخدها أي مصور أو غواص وهو نازل تحت الماء؟ طبعاً الغوص بالأسطوانات، في معدات معينة هي لازم بتتاخد، زي الأسطوانة اللي فيها الهواء، المنظم اللي بيتنفس منه، النظارة عشان يشوف بيها، والزعانف. اسطوانة أكسجين؟ لا، هواء. هواء أكسجين. والزعانف، دول الحاجات الأساسية. غير كده بيبقى بقى فيه، عشان المية مثلا برودة المية بياخد بدلة، وعشان يعادل طفو البدلة بياخد الرصاص عشان يقدر ان هو ينزل، وفي الجاكيت اللي هو بيقدر ينفخه بهواء عشان برضو معادلة الطفو تحت المية. أستاذ حسن عفيفي بشكرك جدا. شكرا. لو قلنا على مدينة شرم الشيخ إنها مدينة عالمية، مش هنكون بنبالغ، لأن السياح بيزوروها من كل قارات الدنيا. هنشوف في التقرير إزاي المهندس عمر صبور اللي بيمتلك قرية سياحية في شرم الشيخ بيقوم بواجب الضيافة مع السياح لأول مرة، علشان ما تبقاش الزيارة الأولى هي الأخيرة. التنمية السياحية في شرم الشيخ هي تقريرنا اللي جاي. عمر واحد من المستثمرين الناجحين في مجال العقارات الذين شهدت مصر في العشرة أعوام الأخيرة زيادة كبيرة في أعدادهم نتيجة للطفرة التي حدثت في هذا المجال، لكنه اتجه ومنذ عدة سنوات للاستثمار السياحي في مدينة شرم الشيخ كغيره من رجال الأعمال الذين شعروا بخبرتهم في السوق بالمستقبل الواعد لهذه المدينة كمنتجع سياحي عالمي.
سنة 96 حصلنا على تخصيص لأربع قطع أراضي في منطقة نبق في شرم الشيخ، وكانت وقتها المنطقة دي لسه منطقة جديدة بيبدأ التنمية فيها، وأسسنا شركة بيننا كفاميلي بيزنس، كعائلة صبور مع البنك الأهلي ومع النساجون الشرقيون. الشركة دي هي شركة أورينتال ريزورتس اللي هي بدأت استثمار سنة 96، وبدأنا برأس مال 35 مليون جنيه في الوقت ده. كانت البداية أننا بنستثمر في نشاط فندقي اللي هو الفندق أورينتال ريزورت اللي احنا موجودين فيه ده، أول مشروع عملناه في شرم الشيخ، ده عبارة عن فندق 300 غرفة. كانت توقعات عمر في محلها، فمنذ بدأ مسيرته مع شركاء له في شرم الشيخ وحركة النمو الكبيرة في التنمية السياحية بالمدينة في تصاعد يوماً بعد يوم، مما شجعه هو وهؤلاء الشركاء على المغامرة والدخول في مجالات جديدة للسياحة لم تكن معروفة في مصر من قبل. إحنا كان عندنا قناعة عن المنطقة دي مبدئياً من الناحية الفندقية ما زالت تحتمل الكثير جداً من النمو. اللي حصل كمان إن مع تغير بعض التوجهات في خطة الدولة وتشجيع مشروعات الساكند هومز ابتدينا نستثمر في المجال ده أيضا، والحقيقة ده مجال يعتبر جديد في مصر، مش من زمان في مشروعات في هذا المجال، إنما لقى نجاح كبير جدا بسبب إن أي مشتري لما بيحسب الفاليو فور ماني بالنسبة للوحدة اللي بيشتريها لقى الموضوع يعني مغري جدا. ما زالت أسعار مواد البنى في مصر، وإن كنا إحنا كمصريين بنشتكي إنها بتعلى، إنها بالنسبة للعالم ما زالت منخفضة. العمالة في مصر سعرها تكلفتها مش عالية، وبالتالي المنشأ اللي بننشئه بتكلفة معينة لما بنطرحه في السوق العالمي بسعر، هذا السعر بيبقى مغري جدا بالنسبة لهم، وفي نفس الوقت مربح بالنسبة للديفلوبر. عامل في المجال السياحي، تتأثر مشروعات عمر بشدة في شرم الشيخ بأي حوادث عنف أو إرهاب تقع في مصر، خاصة ما يحدث منها في سيناء. ومن سوء حظه أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه بدأ مشروعاته في شرم الشيخ إذا بأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية تصدم العالم. فتحنا في إبريل 2001، ثم بعد شهور قليلة حصلت حادثة 11 سبتمبر، فكانت البداية بالنسبة لنا بداية ضعيفة شوية. اللي حصل ان رجوع السوق في مصر زي رجوعه مع اي حوادث مؤسفة من هذا النوع بيبقى سريع جدا. السوق رجع بسرعة جدا، وابتدى التشغيل يبقى جيد جدا، ويبقى فيه جدوى اقتصادية حقيقية من المشروع، وده اللي اغرانا اننا نكمل الاستثمار. فبدأنا بالقطعة الرابعة اللي هي بعد الطريق الثاني، 150,000 متر، وعملنا مشروع الهوليدي هومز، وبعناه بسرعة جيدة جداً، بعناه في حوالي 8 شهور الشهر الحالي. في زمن قياسي تحولت مدينة شرم الشيخ إلى قصة نجاح عالمية، فعلاوة على ما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة من مياه وشواطئ وجبال، فإنها تحظى بدعم ومساندة من أعلى سلطة سياسية في مصر، مما وفر لها الإمكانيات والتسهيلات التي تحسدها عليها كل المدن المصرية الأخرى التي تحظى بنفس مقومات شرم الشيخ الطبيعية. وأهم ما تتميز به شرم الشيخ هي السمعة العالمية. شرم الشيخ لأنها بدأت يمكن التنمية فيها قبل مناطق أخرى في مصر لا تقل جمالاً عنها أبداً. مصر فيها أماكن أخرى ساحلية شديدة الجمال لا تقل عن شرم الشيخ، وإنما ملهاش نفس الشهرة. الميزة اللي بنواجهها اللي بتساعدنا جداً في شغلنا هي إن السائح الأجنبي يعرف إيه هي شرم الشيخ لما بنروح معارض، إما معارض سياحة أو معارض تسويق عقاري، ونتكلم عن شرم الشيخ كمدينة سياحية الناس كلها عارفاها، ودي الميزة اللي بتساعدنا جداً في التسويق.